قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذا الجمع المبارك الله يجعل فيكم البركة. كاين الناس هنا الجنود الخفا راه ما عرفناهم ولكن معروفين تبارك الله أو ما كيشوفوا فيا شفتوهم تيجريو في الخير. السلام عليكم ومرحبا بكم داخل مؤسسة سعيد قرش لتعليم السياقة والسلامة الطرقية بعمالة صخيرات تمرة. قرش كيميائي لتعليم السياقة الساكنة صخيرات تمرة. كيعرفوني عز المعرفة بداية المهنية في سنة 2001 إلى الآن. ونشكر جميع الحضور اللي حضروا معنا هنا، بالنسبة شورى محمد، شورى عبد الرحيم، سي ادريسي محمد، والسي قاسم، والسي حفيظ، والسي ادريس الهلالي ما نساوش حتى هو، وجميع المهنيين اللي ترحبوا بهم هنا، وعبد الرزاق قرش حتى هو. وشكرا على الحضور ديالكم. هي الخدمات داخل مؤسسة تعليم السياقة جميع الأصناف اللي عندنا هنا، كاين الأ والبي والسي والدي والأو. وشكرا. تواصل اتصال بعين المكان والعنوان هو حي قرب مدرسة النجاعي تمارا، والعنوان ها هو 89 تجزئة غيتا حي اتصالات. السلام عليكم، معكم الأنسة نعيم مصهران، مدربة مجال النظري مؤسسة ديال تعليم السياقة شوران محمد. جينا اليوم باش كنباركوا الافتتاح ديال مؤسسة تعليم السياقة قرش سعيد، وكلمة في حق هذا السيد اللي كنعرفوا عليه غير المهنية ديالو والحرفية ديالو في هذا المجال منذ سنين، وكنتمناو له التوفيق ان شاء الله والتيسير والمزيد من العطاء ان شاء الله في هذا المجال. السلام عليكم، اولا كنباركوا السعيد القرش افتتاح ديال مؤسسة تعليم السياقة، وكنتمناو ليه المزيد من التألق ان شاء الله والنجاح. وسعيد القرش حقيقة معروف هذا المهني بعملة صخيرة تمرة، مهني اللي كيخدم بضمير، ومن هنا بغيت نوجه واحد الرسالة فيما يخص المدربين، لأن أثناء فتح مؤسسة لتعليم السياقة فالمدرب كيلقى واحد الإشكالية ديال وصل الضمان، فهنا كنوجه النداء لوزارة الجهاز والنقل أن المهني اللي كيتوفر على بطاقة مدرب السياقة فيحاول أن وصل الضمان ما يكونش 100,000 درهم، يهبطوه ل 20,000 درهم، لأن خاصهم ياخذوا بعين الاعتبار بأن ذاك المهني ضحى بشكل كبير في القطاع، ويحاولوا أن يلقاو واحد الصيغة باش يسهلوا عليه الفتح ديال المؤسسة ديالو، وإن شاء الله يكون الخير منه.